تاني، وهو كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة أول يوم دراسي والمدارس كلها بدأت، فوزارة الداخلية، جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور على مستوى جمهورية مصر العربية بيقوم مجهود يعني ممتاز، نشكرهم عليه. وبرضه نحب ايه يعني نعرف يعني اخر تطورات او اخر الاجراءات اللي تمت او اللي وزاره الداخليه والاداره العامه للمرور اتخذتها. طبعا انت عارفين اول يوم المدرسه ده بيبقى يعني زحمه وفي بعض كثافات المروريه، فخلينا ناخد السيد اللواء احمد هشام الخبير المروري برضه هو يقدر يوضح لنا الامور اكتر. صباح الخير يا احمد بيه. صباح الخير لحضرتك ولأسرة البرنامج والمستمع الكريم، وإن شاء الله يوم مشرق سعيد للمصريين مع بدء العمل الرسمي الحكومي عقب أجازة نهاية الأسبوع. إن شاء الله يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. النهارده أول يوم دراسي، فطبعًا بيبقى فيه بعض الكثافات المرورية، نحب نطمن من سعادتك. مفيش شك طبعًا إن بدء العمل الدراسي لعام 2024 لكافة المراحل التعليمية سواء التعليم الأساسي أو الفني أو التعليم العالي، هذا بالإضافة لتواجد الموظفين لعملهم والسادة المواطنين إلى كافة المصالح الحكومية والخدمية لقضاء احتياجاتهم، كل هذا وذاك بينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الظهر الصباحية. لذلك شهد الشارع المصري اليوم كثافات متحركة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل طبعًا انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة أيضًا كل عام وأنتم بخير. اليوم بدء موسم فصل الخريف وانتهى فصل الصيف، ومعلومة بالنسبة لانخفاض درجات الحرارة اليوم 4 درجات مئوية عن أمس، حيث درجة الحرارة اليوم وصلت إلى 34 درجة مئوية، كان في سرعة رياح بالإضافة إلى الشبوة المائية الكثيفة على الطرق الساحلية والطرق الزراعية وخاصة في الساعات الأولى من صباح الباكر. لذلك دائمًا وأبدًا بنشر السادة قيد السيارات اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة القادمين من المحافظات الأخرى اتجاه القيادة القدرة لقضاء احتياجاتهم. حاليا الحمد لله نحن نتحدث عن الساعة 10 صباحا و15 دقيقة تم تسكين الموظفين في أعمالهم والطلاب والتلاميذ في الجامعات والمدارس، ولا يدل تحسن الحالة المرورية في الشارع المصري من حيث حجم السيارات وأعداد المشاة. لذلك الحمد لله حاليا في حركة مرور سريعة بالنسبة لحركة سير السيارات دون أي تباطؤ، لكن في بعض الكثافات المتحركة المتراكمة ما زالت مستمرة حتى الآن، ويمكن أبرز في بعض المناطق الحيوية يمكن أبرز القادم من شارع لطفي السيد اتجاه ميدان رمسيس في محطة مصر، وكذلك شارع الجلال. أيضا كذلك عندنا شارع صلاح سالم ما زال يتواجد به كثافات متحركة، وخاصة القادم من مناطق المراسة ومنزل كوبري العباسية اتجاه ميدان العبوبة، وهذا بالإضافة أيضا لبعض الطرق السريعة ما زالت مستمرة فيها الحركة سير السيارات ما زالت تواجد بها كثافات، ممكن أبرزها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. طبعا في تنسيق تام ومستمر ما بين غرف عمليات المرور والخدمات المدنية في الشارع المصري بهدف تسهيل الحركة المرورية والتعامل مع أي اختراقات مرورية قد تحدث، سواء كانت اختراقات طبيعية أو اختراقات غير طبيعية نتيجة لا قدر الله أي حوادث مرورية. المتابعة المدنية مستمرة على مدار اليوم الكامل، لكن احنا دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بنشر سادة قيد السيارات التزام بقواعد آداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين مع بدء العمل الحكومي وإلى كلمة حضرتك. شكرا شكرا سيادة اللواء. شكرا سيادة اللواء. طيب برضو يعني برضو حبينا نطمن حضراتكم على طبعا اول يوم دراسي ده بيبقى يعني الشوارع كلها زحمه، فحبينا برضو نطمن حضراتكم كده على الصبح كده عشان تبقى برضو اللي لسه نازل من البيت يبقى عارف ايه الدنيا ماشيه ازاي.